الذبح لأصحاب القبور. Pour nous, sacrifier les animaux pour les habitants de la tombe. الذبح للجن. Pour nous, sacrifier les animaux pour les djinns. شرك أكبر. Regardez comment gros شرك. كذلك الخوف. ما تخاف إلا من الله. Pareillement, l'affrayer. Nous pas peur excepté Allah subhanahu wa ta'ala. بعض الناس هذان الله إياه يخاف من الجن كخوفه من الله سبحانه وتعالى. هذا الشرك أكبر. Il y en a des gens qui allaient dire nous et qui sont aussi pareils. Ils ont peur des djinns, pareils, ils ont peur Allah subhanahu wa ta'ala. إذا جاك شيء من الخوف إيش تصنع؟ اقرأ آية الكرسي. تقول هذا الدعاء. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. إذا قلت هذا الدعاء لا يضرك شيء. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لأنك إذا خفت من الجن. كخوفك من الله شرك أكبر وأيضا الجن يخوفوك. الله سبحانه وتعالى.